رايحين المريض عمر توفيق عبد الحكيم الاستاذ الفرنسي محافظه المنيا مركز مهلاوي بوتكندا. اولا انا بشكر المسير ممدوح الجندي على الاعانه دائما، فعلا ده نوبليه كرياتيف انرجيكو الموقع الاول في مصر، فعلا يستاهل كل خير. حسن القلب في الانسان ترتاح له اول ما يشوفه، ودي اول مره اجي مع جينيا طبعا الفورمه السوداء، وفعلا الفورمه السوداء بشكر مؤسسه جينيا المبدعه دائما على دعوتها لينا وحضورنا من الصعيد، وفعلا نسيت فورمه السوداء تميز التيم في اميزون درس بفضل طبعا مجهودات مسيو ممدوح وسونتر داكتيفيتي فرانكوفون ومكتبه الاسكندريه، فعلا كانت دعوه جميله جدا واستفدنا خالص. نشكر مسيو ممدوح جدا جدا. شكرا يا مسيو عمر، شكرا.